الحباب في دايرين لاباس عليكم هانيين كنتمنى تكونوا بألف ألف خير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله دائما يوم جديد ونفس جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نخدم معكم غرسة ركسيد. ها هي كما تشوفوها معنا إن شاء الله هانتوما. ها هي هذه غرسة ركسيد ديال الديكور. هاد الغريسة هادي ديال الشمس. ها هي غرسة ريكسيس. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم كما كنقول لكم دائما بالنسبه دائما تتاكد على النساء اللي في البيت بغات الديكور ديالها بالنسبه للسطح ولا لي باركون. نبداو على بركه الله نعمرو طيس. ها هما كنخلطو كما كنقول لكم دائما روت الغنم. ها هو متحلل. ها هو مع التراب عادي. ها هو ولا عندكم لاتورب غادي ديروه ولا عندكم الغبار غادي ديروه. نعمر انا اليوم هاد الطونسات هادي. المرحله الاولى هي هذه كنديروا فيها البلاستيكه هذه الصغيره حتى كنحطوا بيه الزبد نكملوا عاوتاني لان كنقولوا هكذا كنديروا لها راه واخا تحل الغرفه ماشي مشكل الا قدرتوا ما تحافظوا عليها حافظوا انا ما عنديش شنو غادي يدير غير نديروها هكا باش الا طاح ندير شويه دائما تقول لكم دائما تروح الغنم من الفوق الروت راه هو حاشاكم البقايا ديال الغنم تحللات وتقولوا حنا بردات ها الاولى نبداو ثانيه نحاول انا ما نعمرش الطرف بزاف باش تجينا الغرفه مزيانه. بالنسبه لهاد الوريقه هادو دائما تقول لكم هادشي بقيتكم فوطه ماشي مشكل غادي تزيدو فيها هما هدا كنديرو هكا باش تطيح اللي طاح يطيح في الفوق هدي غنحاول نزيدلها لأن الفو عامر بزاف والغرفة فيها بزاف ديال الطار.
قوي هسه. سهل عليا دائما كما كنقول لكم نهز شويه ديال البزار كنديروها في الجلاد ملي كنصيف كنحلل ورا محلل كيطلق هكذا هانتوما دائما هكذا ونرجعوها لبلاصتها نعاودو هاد الغريسه هادي ودا جات هادي دابا غادي تكون مزيانه حيت انا كنت طالب وهذا طرا بزاف نحيدو وناخذ هذاك الجهه المخلطه ناخذ نخلط هذا حيت ما كانش فيه غبار هانتوما طريقه سهله وبسيطه كما كتشوفوا النساء تخدموها معكم الغريسه هاي نديرها هكا والرز بزاف ناس كيسولوني شنو هو الرز الرز هو كما قلت لكم حاشاكم البقايا ديال الغنم نديرو هكا هو هي هذا راه فيه الرز كبيرة هانتوما نحاول نقص شوية راه مخلص مع الغبار عاوتاني كثرة الروز كتحرق الغرس مخصوص وتكسرو الروز بزاف نديرو دابا البهار اللي هو روت الغنم هانتوما بحال هكا دابا غادي نوريكم الطريقة ديال الكتاب ديالو هنا شفنا بنيته ودابا غنوريكم طريقة الكتاب اللي تطيب تنقولو حنا طيب دابا هاهما هنا هانتوما كتشوفو هاد الريكسيس دائما نذكركم بالريكسيس هاو هنا بنيته هي نكة كبيرة هذا العد بدل بلاستيكة كبيرة هذا بلاستيك فلاحي راه دائما تنوريه لكم بحال اللي كنديرو بحال اللي وريتكم في لافوكا دابا هاهي الطريقة ديالو هاهو من هنا كنغا هاهو كلو من هنا صافي دابا بسم الله نوريكم الطريقة هنا وحده هنا ونجيبو الخريط لان الخريط راه كيلعب دور مهم كما كنقول لكم دائما بالنسبه للنساء اللي في البيت انا بصراحه ما كنبغيش نطول عليكم الفيديو كنتم معنا دائما في نفس الجهه وفي نفس الهدي تفهموا صوت مزيان من الاستاذه منى ها هو بعدا كما وريتكم يعني راه طريقه سهله وبسيطه كما كنقول لكم دائما بالنسبه للنساء اللي في البيت دائما كنأكد على النساء اللي في البيت اما اللي عندهم شغالهم بالنسبه للرجال اللي خدامين في لاسير راه عندهم خدمتهم بوحدها انا عيسى نبغيو كيفاش نشاركوا المراه المغربيه شنو غادي دير ولا وحلات شنو غادي دير شنو اللي ما غاديش دير ها هما انا راه ما كنشوفش الصراحه بالله من الغف ها هو تمام
مال الغبار من الفوق هانتوما هو هو دائما غبار من الفوق الصوت مع الصوت ديال الفراخ خبيا ما شاء الله الحمد لله والشكر لله وكنتم معنا دائما كما كنقول لكم مع هاد الغريسه ديال الريكتيت وشكرا دائما تنقول لكم شكرا للناس اللي كيدعموني والناس اللي ما كيدعمونيش الناس اللي كيشجعوني كيقول لك تحيه للمراه المغربيه كنشكركم بزاف 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 وشكرا لكم شكرا لكم بزاف.